رامي احكي مليح. هذا البرنامج برعاية رامي. يا صادق الإحساس، كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس. كن خادماً للآلاف، كن بذل المعروف، كن دايماً للإنصاف. يماني خارجك، شو ما تسحقي؟ ما تسحق والو يا وليدي، بصح رمزي ما تنساش تروح. السلام عليكم عميد عمان يا وليدو. دومين يا عاد في الطبيعي ولا في الملاح؟ هذا ولدينا يا وليدي، هذا ولديتو بدون بوسطو. السلام عليكم. هيا ما تنساش تروح. ها كمل، هات حد بليس، هات بليس، هات. واش رمزي؟ صحيش خو، واش راك انت؟ صباح تاعك سبورتيف يا انا جايبين يا رياضه يا لعب لعب فوتينغ ملاح ياك رايح رمزي. سيرين الشابة اللي نحبها. هيا هاك. صحة عمو رمزي، يا خلاها حتى طفرت. وانت وعلاش ما تروحش؟ السلام عليكم، مساء الخير مشاهدينا الكرام، تواصلين معكم دائما في برنامج بسمة خير كالعاده، جمعيه وكذلك متطوعين. متطوعين تاع النهار اليوم لوما جروب دي اللي معروفين بوليدا ماريا اللي داروا فيها حاله، دارهم حاضرين معايا كامل. على يساري راهو سمير، نقول لك مرحبا بك. الله يسلمك. كذلك بادر وحاضر معايا. الله يفيك. بلا ما ننسى خويا احمد. السلام عليكم. نبداو مع سمير. سمير كي يقولوا لك روحت نحي الدم، كيفاش تخمم؟ واش تقول؟ نجي ما نجيش؟ تزيدي كيفاش؟ يعني ما نخممش بزاف، كاين بزاف اللي يخمو ويقول لك الدم وبالك 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 يبيعوه وكيفاش يديروا ويتو. احنا نو، حاجه سامبل وسهله، سيكو اللي حبي يدير الخير يروح يدير الخير وما يخممش في لي ديطالي اوتور. دونك افيك غران بليزير درتها ديجا وجيت نديرها معاكم اليوم اون بوبليك، بالك الناس يتبعونا ويولوا يديروا كيما حنا. بادي نقول لك مرحبا بك. الله يحفظك. بادي كفنان، الرساله تاعك في الخير كيفاش تاديها انت؟ يا الفنان لا يتجزأ من المجتمع. من المجتمع، وقبل ما كنا ما رانا فنانين، رانا كمواطنين في والخير كيما هذا لازم نكونوا كاع يد في يد باش نقدروا نديروا الخير هذا، باش نقدروا نمدوا الدم ونقدروا نعاونوا عباد واحد اخرين. تما كمواطنين كفنانين لازم كاع نحطوا يد في يد ونروحوا لقدام ان شاء الله. خويا احمد الله يبارك دائما مبتسم. احمد ابتسامه واش تعني لك؟ يعني الابتسامة كما يقولوا ابتسامة في وجه أخيك صدقة، تعتبر صدقة. يعني لازم بنادم لازم يكون مبتهج، يعني كما يقولوا بشوش فرحان، يزرع البسمة في وجوه الناس، يدون اون ايماج كما يقولوا بوزيتيف. مهما كان الرول اللي تلعبوا في المجتمع كفنان وكرياضي، الانسان دائما يخلي الابتسامه تاعو. انا نسقسي خويا سمير، البروغرام تاع اليوم وشنو هو؟ يعني اليوم شوف رانا متطوعين مع واحد لاسوسياسيون اللي هي سنابل الخير. دونك حميده راهو سنبل رقم واحد، بادي سنبل رقم اثنين، انت الثالث وانا الرابع. يعني شوفوا شادين باش نمدوا الدم ونتكلوا على ربي ونديروا شويه خير ان شاء الله ربي يتقبل منا. رانا واجدين، رانا واجدين. مشاهدينا الكرام ما نطولوش عليكم، دوكا نروحوا نشوفوا جمعيه سنابل والراهي، تلاقاو معهم نروحوا نسربيوا الدم للناس اللي محتاجين. يعطيكم الصحه وعاونونا بدعويكم.
أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام. دباتي هذا الإنسان كيكون يحدي الخير وتلقاه فرحان مش حاب يقول ليه توصل سامير اجت رئيسة الجمعية اجت رئيسة الجمعية سامير سميه وسميتني انا سنبول واحد سنبول رقم ثلاثة انت يا هاو سنبول رقم واحد اثنين ثلاثة ولا اربعة تيك رئيس الجمعية يسلمك حبينا نعرفه واحد كينا حدم حاجة الأولى اللي تكون عنده وشنو هي الحاجه الاولى اللي تكون عنده القناعه باش باش حيمد الدم يكون ماشي مريض بيان سور رانا عندك رانا مطوبين معاك برنامج بسمه خير جروب دي سمير باضي وحمد لو كنت يد براسك قسم لنا لي راه لي راه انت تروح تنحدم هو يمد لي فلاير سيبون نحدم احنا ايا سيبون ايا دوك المشاهدين كي راح نروحوا نحدم اخونا احمد يروح يمد فلاير واش راك حاب تقول احمد قطر الدم تقدر تسلك حياة بزاف أشخاص يعني ما تزيديوش ديروا الخير قبل منامي مر ببالي رانا لحقنا سيبون سامي راح نحدم بادي راح نحدم سخسو سامي كيفاش والله غير طري بيان اليز لي ميديسان هادو ما حطونا اليز تهلاو فينا رانا واجدين باش نديروا الخير الحمد لله بادي انا باش دوك نروح نشوف لوبيراسيون الاخرى ونراو احمد يمد في الفلاير باش يقنع الناس باش يجيو ينحي الدم باسكو قلنا بلي المستشفيات الجزائريه نسحقوا بزاف الدم قد ما نمدوا الدم قليل علينا فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان عليك كنا نحضر لحقنا عند أحمد نشوف وش راه داير فيها خويا أحمد سلام خويا حمزة سلام السلام عليكم صافا رانا مع الشباب الله يبارك واش قنعتهم ولا مازال والله العظيم يعني قلت لهم يا جماعة الخير ورا نحضر كاين ناس محتاجة يعني بكل فرح وسرور دوك ندوم لهيها ونزيدو نشوفو الناس واحد اخرين نزيدو نجيبو اكثر يعني ماذا بينا يعني درتي لازم نروحو دوك نحدم لازم اوكي انا راح نزيد نجيب لك ناس واحد اخرين نجيب باسكو نحتاجو كاين ناس بزاف في السبيطارات مسحقين الدم كاين ناس بزاف هاي ربي معاك الله يحفظك بارك الله فيك معهم ميرسي بوكو ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين اوبيراسيون تيرميني الحمد لله الله ربي كثر الخير تاع الكامل اللي جا نتا وعنا كل واحد فيكم يحس روحه بلي راه يتمتع بصحه مليحه ما عليه كي يشوف عبر صفحه الفيسبوك ولا في التلفزيون ولا يكون جاي يسب كم يتعدم يروح يتبرع بالدم تاعو وتكون عنده نيه صادقه فيقاس العمر بايام ام اعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين أصبر سامي راك نحيت الدم وراك أنا فرحان بادي قول لي صافا صافا ما خشفناش دم لكم راسي يا خويا أو جي حميدة كش ما جاب لنا كش ما جبت لنا حميدة لاباس هيا كيفاش الإكسبيريونس احكي لي أنا كنت مع الناس يعني قول لي أول حاجة كي تروح لواحد تقول له أرواح دير الخير ولا أرواح تمت صدقة اللي هي تنحي الدم كيفاش يتجاوب معك؟ يعني والله غير صراحة الجزائريين يعني قلبهم كبير وعندهم نية حسنة ويحبوا يديروا الخير يعني ما شاء الله خويا سمير كي تدير الخير وتكمله وتكون بيان واش تحس؟ والله غير تحس روحك بنادم إنسان في هذه الدنيا اللي دار الواجب تاعو برك شو ما درناش حاجة كبيرة ولا درنا برك واجب أونفير بالك لي مالاد اللي راح يسحقوا الدم تاعنا وبالك راح نسلكوا حياة ولا الفنان ديالنا بادي
كي دير الخير موراها واش تحس؟ تحس بالراحه، هذيك الراحه هذيك هي اللي هي اللي تنسيت انا باش نعاودو نديرو الخير ونحبو نديرو الخير ان شاء الله. راس الجمعيه واحد كي يدير الخير ويعجبكم في الخير ديالو كذا، واش جديتو تكونسيو ولا جديتو تتعاملوا معاه من القدام؟ كيفاش تعاملوا معاه؟ صافي بليزير، نقعدوا نتعاملوا معاه في كل الخرجات تاعنا كواك سوسوا، ماشي غير دونور دو سو. تعيطوا له رواحك؟ نعيطوا له صافي بليزير، كيما انت سامبا بزاف. يعيشك ربي. سامبا خويا بادي سمير احمد صافي بليزير، والله صافي بليزير ربي ميم كي يكونوا عندنا دي زاكسيون جيمري بيان كو تكونوا معنا. من القدام توعدونا انكم تكونوا اعضاء اساسيين في جمعيه سنابل. رانا سنابل جدد. مرحبا بكم. مرحبا انتم ثاني مشاهدينا الكرام، اي واحد فيكم حاب ينخرط في جمعيه سنابل خير نخلو لكم لي كوردوني تاعهم، لاباج فيسبوك تاعهم تلقاوها اسفل الشاشه، كذلك ارقام تليفون تاعهم. يا سعدك يا فاعل الخير، قطره من عندك انت تقدر تنقذ الالاف من الاشخاص. مشاهدينا الكرام نقول لكم الحقنا الى نهايه البرنامج، علي غير نقول لكم بقى على خير، غدوه ان شاء الله مع اوبيراسيون واحده اخرى، مع متطوعين واحد اخرين، مع جمعيه واحده اخرى. تهلاو في روحتكم، بقى على خير. كنا معكم انا سمير ودادي، كذلك جمعيه سنابل خير، بقى على خير. يا صادق الإحساس كن قدوة للناس، أثر بهم أثراً يعليك في المقياس، كن خادم الآلاف كن بذل المعروف كن دائما الإنصاف. رامي احكي مليح. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.